In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear viewers of the Sanawiyya Al-Amma, a new edition of your program school on air. أحبائي طلاب الثانوية العامة، حلقة جديدة برنامجكم مدرسة على الهواء. وأكيد طبعا بيشرفنا في الاستديو as usual Mrs. Iman, senior teacher at the Ministry of Education. Hi and welcome Mrs. Iman. Hi Mr. Muhammad and welcome my dear students and screen viewers watching us today. Welcome in another episode in our program. Hopefully you'll find today's episode useful to all of you. من بداية حلقة النهاردة أحبائي خلينا نوجه الشكر للأستاذ عبد الله محروس والأستاذ زياد فريد. كان يعني لفت انتباهنا وقالوا لنا إن إحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن قلنا in my point of view وإحنا بنقول it is okay إن إحنا ممكن نقول in my point of view أو from my point of view، يمكن هي استخدامها أكتر وكمان ممكن نقول out of my point of view، ولكن مش مسموح طبعا for even Tom دي كان هاري مسز إيمان يعني إن هو إن هو يتكلم بدون علم يعني. Anyway, we are going to discuss unit 2 today. إن شاء الله نناقش واحدة التانية مع بعض. وكلنا عارفين طبعا إن هي entitled My Father, an Egyptian Teacher. ويمكن دي فيها some morals وبعض الكواليتيز كده اللي اتحلى بيها المعلم يعني. فأكيد هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل. وكالعادة احنا دايما نبدأ بسيمان باللي هي اللانجوج فانكشنز. تمام؟ طيب. الواحدة اللي فاتت كنا بنتكلم على يعني ask about opinion expressing opinions، والنهارده هنتكلم على asking for and giving advice اللي هو طلب وإعطاء النصيحة. If we are going to ask somebody about their advice، لو هطلب من نصيحة من شخص، what should I say؟ تفضلي. طبعا I can ask the person، لو أنا بطلب منه نصيحة أقول له what can I do in a certain thing، يعني can you tell me what should I do about this situation or about this matter، يعني ممكن تقول لي what should I do about studying English because I sometimes face difficulty، أعمل إيه في حالة إن أنا عايزة أدرس English، what should I do about this thing، can I ask your advice about something، ممكن أطلب نصيحتك بخصوص شيء معين فهقولها can I ask your advice about something، دي برضو طريقة لطلب النصيحة. yes تمام. يبقى واضح كده ان احنا زمان طبعا بنحاول نسهل على الطلبة احبائنا ان احنا بناخد زي ما قلنا كتير قوي the simplest and the shortest، الابسط والاقصر. ممكن نقول مثلا could you advise me about، ونلاحظ طبعا احبائي الفرق بين كلمة advise تمام اللي هي اس اي وكلمة advice اللي هي سي اي. تمام، كنا عارفين advice اللي هو النون، واكيد طبعا دي بتبقى uncountable، يعني محدش يجي يقول لي could you give me an advice، لا خطأ. ممكن تقول a piece of advice، two pieces of advice او some advice، ولكن ما تقوليش an ولا one ولا two advices مثلا. اوكي طيب، فاحنا شفنا كده could you advise me او could you tell me some advice about and so on. تعالوا نشوف على الشاشة احنا ممكن نكتب الحاجات دي شكلها ازاي. اوكي، عندنا على الشاشة هنا بيقول لي في language functions yes asking for and giving advice، طلب واعطاء النصيحة. ممكن نقول طبعا في asking for advice what do you think I should do to، واكمل الجملة بتاعتي. كلكم عارفين طبعا هيبقى في مصدر، ما انساش ان ده سؤال في البنكتويشن. ممكن كمان can I ask your advice about، وزي ما قلت مثلا ايمان كده بجيب صيغه جيرند او ممكن نون can I ask your advice about. طبعا لو حد بيرد عليا مثلا ايمان ممكن يقول لي giving advice، بقى بيقول لي I think you should، اظن انك انت يجب ان تفعل كذا. تمام. او ممكن كمان نقول why don't you، يعني احنا كنا عارفين why don't you اكيد ده suggestion، ولكن ممكن طبعا نستخدم في اعطاء او ابداء نصيحه. تمام. why don't you اكيد مصدر. what about او how about بيبقى دايما gerund. can you give me some advice about او what do you think about، وبرضه gerund. لو ممكن ادي نصيحه بقى ممكن اقول ايه بقى if I were you I would، ودي طبعا صيغه ثابته بالنسبه لنا if I were you I would اللي هو حاله ثانيه الاف. تمام. وبينا كتير قوي نستخدم كلمه were مع كل الضمائر طبعا. تمام. في الامريكانز بيقولوا if I were in your shoes. تمام، لو كنت في مكانك او بالظبط كده I would كذا. I think it would be a good idea to. يبقى احنا ممكن كده نتكلم طبعا احنا كده ما عندناش situation في المواصفات السنه دي، ولكن لو جاب شكل situation مثل ايمان. تمام، يعني مثلا someone asked، طبعا احنا قلنا كتير قوي ان situation هو يمكن يكون جزء من الدايلوج نفسه. تمام، ممكن تيجي تصيغ الدايلوج فعلا بشكل يعني هنفترض مثلا حد من زمايلك مثلا بيسالك what should I do مثلا to keep fit،
تمام. نفترض الإجابة شكلها إزاي؟ هنقول مثلا I think you should يعني play sports أو do some sports. دي واحدة من الحاجات. ممكن نقول I advise you to join the gym. بنصحك إن أنت تشترك في الجيم. ممكن نقول كمان I advise you to stop eating fats. تبطل تاكل دهون كتير. فنستخدم كلمة I advise you أو you should. الاثنين دول سهلين جدا. وفي حالة you should طبعا بيجي بعدها الverb in the infinitive form. فأقول you should do أو you should play, you should eat less وهكذا. طبعا لو هقول I advise you to برضو بعد to بيجي الانفينيتيف. فهنا او هنا هيجي الverb في صيغة الانفينيتيف. فتو structures سهلين جدا بالنسبة لنا you should او advise you to. تمام. طيب فرضا برضو ان مثلا you are asking your teacher about how to do well in مثلا the next English exam. A student asking a teacher yes. how to do well. Okay. I advise you to study hard. لو التيتشر بيجاوب صح؟ لكن انا عايز السؤال. Yes, انا بالزبط. student وبسأل yes. التيتشر. Yes. Okay. هقول مثلا what should I do about the next exam. ممكن اقول can I ask your advice about the next exam. كل دي عبارة عن صيغ للسؤال على النصيحة. Yes. تمام. يبقى احنا ممكن يعني to sum up ممكن نقول بكل اختصار كده ان احنا بنسأل النصيحة. فممكن نقول what should I do about وكمل. او مثلا could you advise me about. طيب لو بجاوب نصيحة if I were you I would او you should بعدها مصدر اكيد. طبعا ده ابسط اجابات للطالب اللي هو يعني مش هقول ضعيف قوي ولكن هو بيحاول يعني يجاوب. تمام؟ تمام. طيب عايزين ناخد طبعا احنا اكيد في الامتحان بتاعنا في دايلوج زي ما قلنا قبل كده والدايلوج طبعا بيبقى فيه ست فراغات بست درجات. تعالوا نشوف دلوقتي الدايلوج مع بعض. برضو بيتكلم بخصوص how to ask for and to give advice. اوكي هنشوف على الشاشه دلوقتي الحوار بين اثنين من اصدقائنا بيتكلموا على اعطاء وطلب النصيحه. الحوار بيقول طبعا finish the following dialogue. رجب is talking to his friend مجدي. زي ما تعودنا نقرا الحوار كله محدش يتسرع في الاجابه. نشوف مع بعض. رجب بيقول I'd like to keep fat وبعد كده بيكمل سؤال. وهسيب الكلام قدامكم احبائي شويه على اساس الناس برضو تبقى بتفكر معانا في الاجابه. فمجدي بيقول له Yes if I were you I'd go swimming every day. رجب The swimming pool is a long way from my house. How can I get there? مجدي That is A good idea. I'm sure some students in our class go there by bus. I can go with them. Magdi, I'd really like to start a new hobby, but I'm not sure which one. وسأل سؤال. Why don't you start collecting coins? Why don't you start collecting coins? تعرفين coins اللي هي عملة معدنية ونوت أو بنك نوت عملة ورقية وكرنسي العملة بتاعت الدولة بالمرة. I collect them Ready so I could help أو I could help you. مجدي سأل سؤال رد عليه كمان رجب قال له I started it 5 years ago. It is أو is it a useful hobby? Not how is it useful? That is a good idea. I will do it. Thanks. أظن كده خدنا فكرة عن الحوار. نرجع نجيب الحوار من الأول مرة تانية كده نبدأ نجاوب المس إيمان مع بعض. تمام. رجب بيبدأ بيقول I'd like to keep fit. فالتاني قال له Yes if I were you I'd go swimming every day. تمام. احنا لازم طبعا في الاول هنا نلفت نظر الطلبة للإجابة زي تمام. ما قلنا الحلقة اللي فاتت مفروض ان الدايلوج بيبقى مبني على بعضه فلازم اشوف الإجابة. الانسر هنا فيها حد بيقول نصيحة وعرفتها من الستركتر بتاع if I were you. If I were you I would go swimming. تمام دي كده بيدي نصيحة. يبقى طبيعي جدا السؤال اللي كان بيكمله على الجملة اللي هو قالها ان هو بيسأله عايز نصيحته في شيء معين. فلو رجعنا تاني كده للدايلوج نبص عليه هنقرأ السؤال تاني وهنقوله. طبعا كانت اول سنتنس موجودة ايه يا مستر محمد اللي مكتوبة yes. على الشاشة هيبان دلوقتي قدام حضرتك كان بيقول I'd like to keep fit. تمام. طبعا اتفقنا سؤال I'd like to keep فالتاني قال له yes if I were you I'd go swimming every day. تمام I'd like to keep fit
What should I do؟ ده كده ينفع سؤال. I'd like طيب. أنا بقى عايز أبقى يعني more specific. أنا هركز قوي عشان طبعا الدالي وما نخطأش. أنا بادئ بكلمة yes. فأكيد طبعا كان السؤال في yes أو اللي هو yes no question. تمام. تمام كده؟ فأنا هنا مش هقدر أقول له what can I do مثلا أو what should I do. هنحاول yes. إن إحنا نجيب question يكون أيوة. في yes and no question. فهنقول مثلا هو هنا كاتب له I'd go swimming. أيوة. فبالتالي هيسأله على برضو فكرة going swimming. تمام. فهنقول should I go swimming. احنا ماشي. عندنا هنا برضو ال question هنحتاج فيه كلمة should علشان تبقى فيها advice. تمام. ولو قال له could you give me some advice. تمام. بس كده تاني كده اكتبوا معانا احبائي. تاني I'd like to keep fit. Could you advise me أو could you tell me what to do. فالتاني قال له yes. أيوة أقدر أقول لك تعمل إيه أو أقدر أنصحك. دي إجابة على السؤال اللي فوق. طيب. وراح مكمل If I were you I would go swimming. فإحنا اتفقنا على إيه؟ إن إحنا بالنسبة لنا عشان بدأ بكلمة yes فبعدنا عن استخدام question word. ما قلتش what ولا where ولا كذا. خدت اللي هو طبعا فعل مساعد auxiliary verb. فقلت مثلا could you advise me أو could you tell me some advice. تمام كده؟ قال له yes. وإحنا عارفين هيبقى نصح عن إيه؟ إن هو how to keep fit. طيب بعد كده قال له يا مستر محمد فضل. بنستخدم كلمة yes كنوع من استدراك لان انا ابتدي اقول نقطة تانية. اكيد مفيش نقاش. مش ضروري انها تكون اجابة لكويستشن في yes and no question. اكيد طبعا. فممكن انا حد مثلا بفكر فبقول yes if I were you I would do this. تمام. زي ما ابدأ بكلمة well وابدأ اكمل كلامي. بالظبط. الفكرة كلها احنا عشان بس اللي بيتابع من الطلبة برضه ما يلتبسش عليه الامر. تمام. ف the swimming pool is a long way from my house. How can I get there? How can I get there? أنا ما أقدرش أقول مثلا باي كذا إلا إذا شفت اللي بعدها. فالتاني بيقول له إيه؟ That's a good idea. I'm sure some students in our class go there by bus. فالتاني لو كان go with them هروح معاهم يبقى استخدمنا أو عرفنا الوسيلة. إيه بالظبط كده. تمام كده؟ هيقول بقى هو ده اللي كنا بنقول عليه فكرة إن إحنا لازم نبص على البوينت التانية أو الأنسر. تمام. فهو هنا بيقول How can I get there? Is long away. How can I get there? ممكن يقول له I suggest going by bus. تمام. I suggest going. لاحظوا ان مس ايميل استخدمت suggest بعدها verb ing. I suggest going by bus. او استخدمت جنرال معناها صح. او مثلا you can go by bus. ولو قال له by bus تمام. او قال له مثلا I know some of our students. او مثلا our some our classmates مثلا colleagues our colleagues yes classmates go مثلا there by bus. تمام. كلها افكار. وطبعا على طول الصح ان احنا ناخذ زي ما قلنا الابسط والاقصر. فممكن اكتب كلمه by bus وعلى طول هتلاقوا الثاني قالوا ذات اقول idea. وده طبعا رد على الاقتراح. I am sure. ولاحظت يمكن مسي معنى كلمه what about او I suggest. عشان كده كان رد على الاقتراح قالوا ذات اقول ايه idea. I'm sure some students in our class go there by bus. I can go with them. I'd really like to start a new hobby. But I'm not sure which one. لغير الحوار. أو بدأ في حاجة تانية. تفتكر أعمل إيه؟ أنهي هواية؟ فالتاني بيقول له Why don't you start collecting coins? ليه ما تبدأش تجمع عملات؟ لو بعد yes. which one في full stop أيوة. يبقى احنا هنبتدي question جديد خالص أيوة. وهنقول Can you suggest me some? تمام. Can you tell me about suggest me some of hobbies that can that I can follow? Yes. طبعا دي كده هو بيسأله على suggestion او حتى نصيحة تنفع. تمام. خصوصا انه قايل له why don't you او مستخدم معاه اسلوب suggestion في انه يعرض عليه اقتراح معين. تمام. يبقى باختصار تام كده كان بعد في الاستوب هقول ايه can you suggest one. تمام كده. عارفين كانوا سجست اس يو دبل جي اي اس تي كانوا سجست وان يعني ممكن تقترح واحده. فالتاني قال له ايه واي دونت يو ستارت كولكتنج كوينز ليه ما تبداش تجمع عملات. هنبص تاني على الشاشه فكروا كده في الاجابه تاني هتشوفوها مكتوبه كده عندنا. بعد طبعا رقم ثلاثه هنقول كان يو سجست وان ذاتس ات وكفى كده. تمام. طبعا قال له سو اي كود هيلب يو سؤال والتاني بيقول له اي ستارت ات 5 ييرز اجو. طبعا الإجابة عندي بتقول أنا بدأت الحكاية دي أو هوايتي من 5 سنين فاتت. إذا كان في كلمة go يبقى عندنا السؤال يسأل عن past simple أو ماضي بسيط. بكل بساطة طبعا ممكن نستخدم كلمة when did you start it
أو how long ago did you start it. تاني كده أحبائي, when did فاعل مصدر, أو how long ago did you فاعل اللي احنا كلمة you بقى كده كم start. يبقى تاني when did you start it, أو how long ago did you start it. تمام؟ قال له I started it 5 years ago. Is it a useful hobby؟ فالتاني قال له how is it useful؟ تمام. أو هو مجد بعينه بيقول له how is it useful؟ يبقى أكيد ما قالوش no. قال له طبعا قال له yes it's very useful. تمام. Yes it is. تمام كده؟ yes عملنا ال convention بتاعنا, عملنا إيه بقى؟ بدل ما is it قلنا yes it is. تمام؟ بالظبط. طيب وبعد كده قال له how is it useful؟ طب مفيدة إزاي جمع العملات؟ وساب لنا open answer. نحن براحتنا بقى. تمام. حاجة كده عاملة زي الـ critical thinking questions. تمام بالظبط كده. فيها شوية آراء مختلفة. تمام. وكل حد بقى يقدر يعبر بطريقته. أوكي. تفتكر ممكن أنت ممكن تقولي بقى يا أستاذ إيمان لو قلت لك يعني collecting kinds is useful. فيعني you may ask why أو I may ask why. فقولي لي بقى تفتكر ليه هي مفيدة؟ يعني in my point of view. أقول إنما عشان خاطر برضه from my point of view معاها بالمرة أو out of my viewpoint. Out of my point of view. تمام. طبعا using collecting coins is very useful because we know more about other people's cultures or other countries' cultures. Yes. يبقى it tells us اللي هو collecting يعني tells us about other people's cultures اللي هي بيتكلم عن ثقافة الناس الآخرين صح؟ بالضبط. أنا ممكن أقول برضو إجابة تانية مثلا collecting coins is can be considered a key to history. A key to history. قد يعتبر مفتاح للتاريخ. بمعنى إيه بقى أحبائي؟ ان احنا بنعرف العمله احيانا بيبقى مسكوك عليها بقى صوره الشخص نفسه حكم من كذا لكذا بالزبط. في بعض الدول يعني يبقى it can be considered a key to history او as Miss Iman said it can be used as a way or a tool to know about other people's cultures. اوكي طيب فالتاني بيقول له طبعا that is a good idea وبعد كده بيقول له thank you. اوكي طيب ده بالنسبه لشكل الحوار واحنا كده بالنسبه لنا طبعا اتكلمنا على النصيحة طلب نصيحة وإعطاء نصيحة وفي نفس الوقت إيه اتكلمنا بشكل دايلوج عشان يبقى بشكل عملي تمام؟ إيه رأيك ناخد دلوقتي بقى listening text وزي ما اتفقنا كده إن الحوار دايما بين interviewer ويبقى في guest وبيتكلموا عن شيء مفيد جدا في الموضوع هنا بيقول له my father an Egyptian teacher وده عنوان الوحدة بتاعتنا فالinterviewer بيقول many people have grown up reading هتركزوا شوية have grown يعني they still grow لسه بينمو alive يعني وبعد كده grown up reading يعني نموا أو كبروا على قراءة فاحنا صرنا كنون the books of عبد التواب يوسف وبعد كده in fact I have just finished one of his books تمام. called my father an Egyptian teacher with me today is Mrs. Abdulaziz. She has written a book about why the writer became successful. اتفقنا كلمة successful معناها ناجح. ولاحظنا ان هنا كلمة become كverb جاي بعديها صفة يعني مش كل مرة يجي حال. So Mrs. Abdulaziz was Yusuf او عبد التواب يوسف from Cairo. ممكن تجاوبني يا مس إيمان؟ Sure. No, he wasn't, although he lived a lot of his life there. Abd al-Tawab Yusuf was born in 1928 in a small village near Beni Suif. Yes. When he was a child, he loved to read children's book, and he also loved writing. Yes. Now, على الجزء دي مس إيمان بتقولي no, he wasn't. يبقى السؤال was he قلنا no he wasn't. دي صيغة تانية لإجابة النفي في الماضي البسيط يعني مش كل مرة didn't ومصدر طبعا لان هي تنفع كل مره الا فيرب تو بي تمام فيرب تو بي طبعا واز وير نفي على طول واز نوت او وير نوت يس والصيغه المختصره وازنت ويرنت although he lived all his life طبعا في كونتراست although بعديها كومبليت سنتنس يعني فين كلمه he lived his life ولكن بدخول كلمه although اصبحت جمله يعني سب كلوز كانت ستاند الون والجمله الثانيه he was born in 1928 in a small village ولد في small village near Beni Suif when he was a child he loved to read children's books he loved to read
زي loved reading بالضبط تمام. رغم ان في بعض الناس بتستخدم ان كلمه love to do something يبقى in a certain time و love gerund بتبقى in general. Yes. بعد كده and also loved writing. شفنا هو لعب نفس اللعبة هو قال لك love to read بعد كده loved writing. يعني ما قالش reading و writing الاثنين مع بعض. يعني ترجع لو كنا نفضل احنا يكون في parallelism يكون في دايما في توازن في الجملة اذا كان مصدر مصدر يكون gerund gerund and so on. Did he go to university? Yes, in 1945, he started studying political science at Cairo University. He graduated in 1950 and then worked for the Egyptian Ministry of Education, but 6 months later, his father died. Yes. بنقول yes, in 1945, he started studying. هي بعينها, he started to study. ما فيش اختلاف خالص. بالضبط. Political science, علوم سياسية, والناس تخلي بالك كلمة politics لو علم السياسة طبعا تعمل دايما كمفرد زي كلمة physics and so on وبنقول political science لكن كلمة policy policy يعني طبعا سياسة التعامل داخل مكان معين طريقة في التعامل yes. بالضبط يعني this is the policy of our company yes. دي سياسة الشركة بتاعتنا لكن لما نقول political science علوم سياسية اللي yes. هي طبعا خاصة بالدول وعلاقاتهم ببعض ايوه كعلم بيدرس سياسة داخل دولة معينة he graduated in اتفقنا قبل كده قلنا graduated قلنا in لو احنا بنقول سنة ما فيش مشكلة كباستنبل وممكن graduated in وبعد كده العلم درسناه in the field we study graduated in لو زي ما خدنا ما يحيى حقي و graduate from قلنا كمكان وقلنا a graduate of وكما كان تمام. لكن انا هنا عندي هي graduated وعندي مثلا لو سبيس ومكتوب 1950 وفي التشويسز كلمه ان وكلمه سنس طلبه كتير جدا بتروح دماغها دايما اول ما يشوف سنه ياخد كلمه سنس الفيصل في الموضوع التنس yes. اللي بنستخدمه طبعا لان احنا في عندنا مثلا graduated ده past simple احنا مش محتاجين بقى في الحاله دي نجيب سنس كمان المعنى العام بتاع الجمله يعني هل هو حابب يشير لفترة أو مدة زمنية معينة تم فيها الحدث ولا لا في الحالة دي أنا ممكن أستخدم سنس بحيث أن أنا أشوف الشكل العام بتاع الصياغة بتاعة الجملة ولكن طالما في past simple يبقى أجيب إن مع السنة yes. سنس لو هتعبر عن مدة معينة وأنا قاصد أقول أن في مدة معينة تم فيها الزمن ابتدت من التاريخ ده وده هتبان طبعا من ال context the whole context of the part يعني that you read كمان ال tense اللي مستخدم لو هو present perfect yes يبقى الفيصل كده ان احنا بنشوف كلمة in وكلمة since ان بعدها سنة past simple التصريف الثاني او second conjugation of the verb ولكن لما نلاقي كلمة since اكيد بيبقى قبليها present perfect اللي هو بيبقى فيه has او have وتصريف ثالث فعل اوكي طيب عشان برضه نقطة بس كتير جدا بيخطأ فيها نرجع تاني للتكست بتاعنا وهنكمل بيقول له طبعا he worked for اشتغل لحساب او عامل الحساب the Egyptian Ministry of Education كنا عارفين كلمة ministry بنقف عندها اهو ministry وزارة of education education بالنسبة لنا تربية وتعليم تمام عندنا كمان لما نقول minister اللي هو الوزير و prime minister اللي هو رئيس الوزراء prime P-R-I-M-E أحبائي but 6 months later his father died النقطة بتاع الكلمة قدامنا كده died مش did died ده طبعا تصريف تاني من كلمة die D-I-E لكن did بتبقى D-E-A-D التانية طبعا adjective صفة عكسها alive على قيد الحياة لكن die بمعنى يموت وده تصريف تاني فبنقول that must have been a difficult time for him that must have been a difficult time for him ده هيرجعنا او يفكرنا بحاجة كده يمكن نتكلم عنها بعد يمكن بالتفصيل بعدين اللي هو الديدكشن او الاستنتاج استنتاج احنا واحد بيقول بابا بابا عبد التواب يوسف توفى بعد التخرج فالتاني بيقول له ده لازم كان وقت عصيب بالنسبة له هنا بنسميه ده deduction ان يكون عندك a certain situation موقف محدد وانك تقدر تبني عليه ولكن زي ما بنقول دايما نفس ايمان ان احنا بيبقى البناء بتاعنا محدد هل هو present ولا past دي اول نقطة ويدور في اطار افعال معينة دي افعال الديدكشن كلمة must
وكلمة may وكلمة might. تاني كده أحبائي، من حاس القوة يعني استنتج شيء أنا مش متأكد منه، كلمة must وكلمة may وكلمة might. لو present أكيد أفعال ناقص بعدها مصدر مباشر، ولكن لو أصلا بتكلم على الحدث ده في الماضي بحط have كمصدر وبعد كده تصريف تالت للفعل. بشكل عملي كده لو قلت لمس إيمان مثلا one of our students، أحد الطلاب بتوعنا يعني seems to be happy. He went to see the result of the exam and on his way back he seems to be happy. شكله كده مبسوط أو سعيد. أنت تستنتجي إن هو شاف النتيجة وجاي. لو سعيد قوي هنقول بقى شكله إيه بقى؟ طبعاً ده لازم بالعربي كده؟ أكيد طبعاً لازم نجح. إيه؟ لازم نجح. لازم نجح. نجح هذا فعل ماضي صح؟ تمام. نجح يبقى أنا بالنسبة لي استنتاجي هستنى كلمة ماست. يس وحط كلمة have بعدها يبقى هي must have وتصريف كام تالي. زي ما نسميه كده هي must have succeeded، لابد أن نجح. تمام كده هي must have succeeded. طيب لو قلت مثلا it is مثلا 11 مثلا PM father was supposed to be مثلا home at that time all the family is in except the father. فممكن حد الأسرة يقول لي بقى لو he must have be late. Somebody knocking at the door هنقول ايه he must be our father. لأن بتكلم على الموقف نفسه في present وانا yes he must be our father. طيب لو يعني he was supposed to be to come مثلا زي ما قلنا in a certain time يعني قلنا مثلا in a certain time maybe مثلا 10 o'clock و now it is 9 somebody knock at the door. هنا am I quite sure يعني that this my father ولا لسه برضو ان انا ممكن الزبزبه بتاعتي او السيرتينتي قلت شويه. طبعا هو مستر محمد يقصد بالامثله دي كلها انه انا في حته السيرتينتي دي انا اكيد ستيل لسه عندي ولو شك بسيط، انا مش 100% شور يعني الثقه بتاعتي في انه الحاجه هي شور كده او اكيد كده، يبقى انا مش محتاج اصلا الديدكشن او الاستنتاج. ولكن احنا يعني في الموقف اللي قاله مستر محمد فكره انه حد بيخبط وانا ما شفتوش، هل انا شور متاكد ان هو الفادر؟ ممكن انا يكون عندي يقين لكن الواقع احنا ما نعرفوش. فطالما هو مش حاجه واقعيه يعني انا فتحتش الباب وشفت هقول he is my father. يعني لو face to face كده this is my father. وعشان كده اسمه تأكد احنا بعدناه تماما عن الديدكشن. تمام. ده 100% ده مش ديدكشن استنتاج. لما اقول مثلا this is Mrs. إيمان ده اكيد 100% يبقى ده مش ديدكشن. خلينا اقول لو من ورا الباب بقى وقلنا درجات. لو انا مثلا متوقع بابا يجي مثلا الساعة 10 هو المفروض مثلا او المفروض معايا الساعة 10 دلوقتي الساعة 9 مثلا. تمام كده؟ فيبقى بالنسبة تشك شوية. اكيد. تمام كده؟ او مثلا هقول must be. طيب اضعف شويه تبقى كلمه may be وبعد كده might be. تمام. وقلنا الكلام في الماضي زي ما قلنا زميلنا اللي نجح ده قلنا must have succeeded. اوكي. فطبعا هنا بيقول له his father او عبد التواب يوسف's father died after he graduated او had graduated. فقلنا طبعا لازم كان وقت عصيب. must have been a difficult time for him. must have لاحظوا لازم لازم كان وقت عصيب. هتفهم كلمه لازم هنا يعني ايه؟ near certainty ده شبه تاكد مش تاكد 100% بس عشان كده ما قلتش it was a difficult time قلت must have been. شفت must بعديها have تصريف ثالث must have been a difficult time for him. اوكي نرجع تاني للشاشه عندنا ونلاقي بيقول that is right. طبعا وافق على كلامه. he wanted to live in Cairo with his mother and his three younger sisters. His uncles didn't think that was a good idea. أعمامه شايفين دي مش فكرة كويسة. But he wanted to earn enough money. بالمناسبة يا مس إيمان زي ما حضرتك قلتي earn money وممكن give money لو الناس في بالها give money لكن certain cases طبعا. طبعا هو احنا عندنا طريقتين في ان احنا نتكلم على كلمة money بالأخص. earn money يعني يكسب الفلوس وgain money تنفع برضو معاها. ممكن نكون احنا بنشوفها مثلا في كتاب او حاجة فبنبقى لو هي مش دخل يا بس إيمان لو مش الدخل يبقى gain لكن لو بتكلم على الدخل يبقى earn money بالضبط. لكن هي طبعا structure بتاع gain money اي teacher هيقدر يعمل search على النت هيلاقيها موجودة بغزارة. ف
في استخدام اللغة عادي anyway, جدا anyway, don't bother yourself. لا I'm not bothered خالص. I got the information from you يعني I know this today. بس كل الحكاية انه يعني للأمانة طبعا علشان حتى بقية الزملاء اللي عندهم تشكك او حاجة وحابين يتأكدوا بالعكس احنا بنشكرهم جدا وبنقول انه لا في استخدامات تنفع جدا ولكن ممكن في حدود كتاب معين تكون مكتوبة بشكل معين ده مش معناه ان هي limited للفكرة دي او للكلمة دي ينفع ان احنا نقول gain money وينفع ان احنا نقول earn money وانا كمان بدي نصيحة ان لو في حاجة فيها نسبة الشك دي يفضل انها ما تستخدمش كسؤال choose مثلا ممكن نجيبها في حاجات تانية انما طبعا شور معروف ان gain تيجي مع الحاجات زي الexperience والknowledge والكلام ده كله Okay, thanks. We earn money, we're living, تمام. gain money. To do his sisters, طبعا, or to send his sisters to school, عشان يودي اخواته المدرسة طبعا, which was unusual at that time. كنا عارفين طبعا at that time it was difficult for families to think about the idea of sending their girls in particular يعني to schools يعني تمام. لكن الأولاد دايما كانوا واخدين حظهم تمام طيب فهنا بيقول when did he start writing children book he didn't start for many years Mr. Yusuf married Noela Rashid in 1956 and they had three children Mr. Yusuf set up Children's Cultural Association in 1968 and he traveled to many countries to study children's culture but he didn't start writing until 1975 yeah تاني كده didn't start writing for many years he married Noela Rashid married somebody married to somebody طبعا ما في equality married yes عايزين نفرق بين كلمة he was married to and he was married with he was married to somebody او she was married to على فكرة ما فيش فرق في الانجليش يعني لما نقول هو كان متزوج من او هي كانت متزوجة من he was married to نؤيلة راشد او نؤيلة راشد was married to عبد التواب يوسف تمام فيش مشكلة was married to يعني متزوج من لكن لما قلت married with يبقى انا بتكلم على العيله بقى was بيعول مين يعني he was married مثلا with three children تمام. كان متزوج له ثلاثه اطفال yes يبقى married with متزوج من كذا سوري مع كذا كاطفال لكن تو متزوج من وممكن اقول she got married with a diamond ring يعني ممكن اقول العيله بالظبط كده او ممكن اقول مثلا married بحاجات معينه تكون مختصة بها يعني هي في الزواج اتجوزت بخاتم معين طيب نسأل ناهد بقى من أسيوط ونشوفها تمام هتقول ايه ناهد ازيك ازيك يا الحمد لله يا بابا تمام عامل ايه تمام الحمد لله اخبارك انت الحمد لله طيب ايه اخبار الانجليش عندك سنة دي كويس الحمد لله انا مش باخد درس في الانجليش طيب عشان يعني ايه يعني قصدك تقول انك معتمدة على مدرسة على الهواء ان شاء الله طبعا يعني. ربنا يكرمك واكيد احنا نقول كل شيء بالتفصيل ومعاك لغايه اخر السنه واي سؤال في كل مره منتظرين منك سؤال هنا اوكي بس ممكن تنزلوا الحلقات على الانترنت عشان انا ما عنديش القناه على التلفزيون يا بابا موجوده بالفعل عندك على اليوتيوب في بعض الاخوه الزملاء شاكرين ليهم جدا بيرفعوا الحلقات باول باول موجوده الحلقه هتلاقيها دايما وانت ممكن تاخدي النمره بتاعتنا برضو من الكنترول وتبعتي لنا اي رساله هنبعت لك اللينك ومن اللينك ده توصلي بعد كده لكل الحلقات بعد كده لكن هي فعلا موجوده خلاص والله ما تفكم جميل ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا بابا عندي سؤالين يا شو اتفضلي اتفضلي يا حبيبي معاكي مس ايمان اول واحد ماي براذر هاز ا سبير اوف رير ستيت ثواني يا واحده عشان المس ماي براذر ايه هاز ا هاز ا بعد السبيس سبيس اوف رير ستامبس اوف rare stamps stamps rare r a r e صح ايوه وبعدين stamps الاختيارات team ايه team team ولا collection team او collection او stamp او collection او ايه stamp طيب خليك في الحلقه الاولى احنا عموما عرفنا الحل بتاعنا طول يا ناهد كلمه collection عشان احنا هنلاقي حتى في الوحده الامكانيه ومس ايمان كنا بنتكلم من شويه في واحنا بنعمل دايلوج قلنا الهوايه في ان احنا نجمع كذا الكوينز فبرضه كلمه كولكشن اوف مجموعه من فانا كولكشن اوف ستامبس لمجموعه من الطوابع تمام؟
يبقى كلمة كوليكشن معناها مجموعة من، تمام؟ ماشي. طيب ايه الجملة التانية؟ It is the space. It is ايه؟ It is the space. To greet someone. It is the space to greet someone. To ممكن تقولي الكلمة دي تاني اللي بعد to؟ To greet. GREET صح؟ اه. تمام. To greet someone when you meet them. When you meet them. الاختيارات في روتين. ايه اول حاجة؟ روتين. روتين ROUTIN صح؟ وايه كمان؟ وفي custom. ايه؟ custom. custom تمام. وفي برايس. تاني حبيبتي؟ برايد. برايد. برايد اخرها زائد. برايز زد اي. طيب ودي؟ في كاستمر. هي الصراحة الكلمة مش واضحة. طيب قولي الحروف. سي سي يو اس تي اس تي او او ام اس في الاخر؟ ام ام وبعدين اس؟ ام وبعدين اي بعدين اي كاستمر حرف مش واضح وفي الاخر ار كاستمر. طيب اوكي ماشي اوكي. طبعا هو هنا بيتكلم على عاده ولا على حاجه يوميه الواحد بيقوم بيها. يعني انت يا ناهد تبصي كده، احنا عندنا هنا شك في كلمتين مثلا، ده لو ده طريقه تفكيرك روتين وكاستم. انما طبعا كلمه برايز يعني جايزه ملهاش علاقه بالموضوع. كلمة كاستمر يعني زبون، ملهاش برضو علاقة بالموضوع. هو عايز يقول هنا انه من العادات ان احنا نسلم على حد او نحيي الشخص لما نشوفه. هل هو بيتكلم هنا على عادة شخصية لفرد معين بيحكي عن يومه بيقضيه ازاي، ولا بيتكلم على عادات الدولة او عاداتنا عموما عادة مجتمعية؟ عادات الدولة. عادة مجتمعية. المجتمعية. برافو عليكي. في الحالة دي هنستخدم كلمة كاستم. تمام. هنقول it is the custom to greet someone when you meet them. وكمان هتلاقي ده expression كتير يعني متداول ان احنا نقول it's the custom to. yes. تمام. ايوه يعني من العادة ان نفعل كذا تبقى it's the custom to كذا. تمام. طيب احنا شاكرين جدا اتصالك يا ناهد، وزي ما اتفقنا هتتصل بينا ان شاء الله في كل حلقة الجاية باذن الله. نرجع تاني لمس ايمان، كنا بتكلم على ان كلمة الفيرب نفسه marry. تمام. قلنا هي واز ماريد تو somebody يعني كأنثى، او شي واز ماريد تو اميل يعني يس. وبعد كده قلنا واز ماريد وذ، اتفقنا لما يكون حاجتين زي ما حضرتك قلتي ان لو مثلا وذ بتكلم على يعول مين كاولاد يعني تشيلدرن، وقلنا على الدوري او المهر بتاعه. تمام. طيب نرجع تاني للشاشه. عندنا كنا بنقول هي didn't start for many years. He married Noaila Rashid in 1956 and they had three children. He set up, احنا قلنا established او built اسس او بنى the children's culture or association. هنعرفش عن كلمة association. هي مش جديدة قوي على الطلبة، ولكن وارد ان احنا حد يكون ما خدش باله بيها، فنقف عندها شوية ونعرف ان كلمة association اللي هي جمعية واسوشيت اللي هو كفيرب بتاعنا، فان اسوشيشن تاني الجمعيه. فلما نقول تشيلدرنز كالتشر اسوشيشن اللي هي جمعيه ثقافيه للاطفال. In 1968 and he traveled to many countries, traveled to many destinations to study children. Why did he travel? To study children's culture, but he didn't start writing until 1975. ناس لاحظ ان كلمة until هنا مش زي المرة اللي فاتت كان هناك رابط بين وحدتين او بين حدثين. تمام كده. هنا كpreposition. What happened then؟ ايه اللي حصل؟ تمام. Yes. Well, in 1975 he started writing children's stories for radio and television. The stories were very successful and so he started to write novels, poems and plays. Often about important events and people in the world. He won many awards for his writing. Yes. يبقى شايف كده على الشاشة عندنا الراجل ده كان متعدد يعني في الكتابة، كان novels, novelist,
poems قلنا poet اللي هو شاعر and plays playwright واتفقنا playwright p l a y w r i g h t اللي هو كاتب مسرحي وبعدين بنقول he won ال past من كلمة win many awards كلمة award اتفقنا كتير قوي ان هي ممكن تنفع هنا جايزة وممكن تنفع award بمعنى يمنح جائزة he was awarded the Nobel Prize منح جائزة نوبل he won many awards يعني فاز بجوائز كثيرة طبعا لاحظتوا كمان حرف الجر for his writing تمام زي ما قلنا قبل كده ان بروفيسور زوال was awarded the Nobel Prize for chemistry تمام الانترفيور بيقول are his books only famous in Egypt الكتب بتاعته مشهورة فقط في مصر احنا شايفين دايما كلمة famous قلنا different prepositions تمام famous for و famous to مثلا و famous in احنا هنا شايفين كلمة famous in a certain country لكن ممكن اقول مثلا are the pyramids famous وبعد كده space tourists وعندي two different prepositions يا ترى two ولا four two تمام طبعا are the pyramids famous to tourists yes يعني هل هي مشهورة عند السواح معروفة أو السواح يعرفوها تمام لكن famous for مشهور بي بشيء معين yes زي مثلا Egypt is famous for being an ancient ممكن being one of the ancient civilizations وممكن نقول the pyramids are famous for being one of the seven wonders ان هي مشهورة بكونها واحدة من عجائب الدنيا السبعة دي كده استخدام كلمة يعني having one of the wonders يعني ايوه مش هي العجيبة طيب رك ناخد سارة سارة ازيك سارة الو ازيك ازي حضرتك الحمد لله تمام ازيك يا مس ايمان اهلا يا حبيبتي ازيك الحمد لله انا عايزة اتسائل في الجرامر بتاع اليونت ده انت عايزه تتسالي أيوة. في الجرامر يونت ده اللي هو يعني مش اللي فات يعني بريزنت بيرفكت مش عايز لا بتاع اليونت ده بريزنت بيرفكت صح طيب مس ايمان هتكتب جمله انت جبتي نفسك هو ما فيش رايت بس عايز انتباهك لحاجه معينه يعني هنكتب كده بص كده اي هافنت سين ركزي كده الجمله هتكتب مس ايمان معانا اي هافنت سين سارة فور 3 ويكس سارة قفلت هترجع تاني يا سارة السؤال بتاعك هستناك مش هنجاوبه الا لما ترجعي لنا فور 3 ويكس كنت انا عايز بقى كلمة سنس اكتب لها كلمة سنس كده وهي طبعا سارة لما ترجع تستخدم سنس عايز سنس هو ما فيش رايت لكن انا بس هحل السؤال لجذب الانتباه لحاجة معينة السؤال يا سارة هو قدامك عشان تحضريه طبعا يمكن هي كانت عايزة تشوف السؤال وترجع تجاوب تمام كده I haven't seen Sarah for 3 weeks تمام وهي طبعا بريزنت بيرفكت وكنت عايز اسالك كلمه سنس في الجمله وزي ما قلت هو مش هيجي الرايت في الامتحان ولكن بس عشان نفرق ما بين الحاجات بالظبط كده طيب السؤال قدامها طبعا ساره تجاوبي ورجعي اتصلي بينا واحنا نكمل حوارنا مس ايمان تمام وكنا بنتكلم على كلمه فيمس تو وفيمس فور فيمس فور الشيء شهير بيه تمام الجيزه اريا از فيمس فور ذا بيراميدز مثلا تمام كده لكن كلمه فيمس تو يعني معروف او مشهور او الناس تعرفه تمام طيب نرجع تاني للشاشه قلنا نو سينس هي بيكام ولاحظتوا كلمه سينس بعدها باست سمبل تمام سينس بعدها ماضي بسيط سينس هي بيكام فيمس ان ايجيبت بيبل هاف ترانسليتد هيز بوكس انتو ميني لانجويجز هنا طبعا مس ايمان قلت لنا ده ايه ده بريزنت بيرفكت وباست سمبل الرابط كلمه سينس يعني مش بالضروره ابدا بكلمه سينس ممكن اقول ايه بقى people have translated his books into many languages since he became famous in Egypt هناخد طبعا بالتفصيل في الجرامر ان السنس بعديها past simple لكن قبليها present perfect or present perfect continuous including English, French and Chinese Abdu'l Yusuf traveled a lot too in 1985 he lectured lectured بقى at the University of Ohio or Ohio تمام كده او هايو زي ما احنا نقول طبعا بالعربي تمام كده طبعا دي اسم ولايه وفي نفس الوقت في جامعه هناك عايز كلمه give a lecture وكلمه lecture كverb تمام ولكن قبل او بعد ما نشوف رؤيه ازيك رؤيه رقيه نعم حضرتك ازيك تمام الحمد لله
تمام الله يسلمك. تمام الحمد لله. مورينا اتفضلي. حضرتك انا كنت عايزه اشوف الجرامر بتاع اليونت 1 ويونت 2. طيب انا عايزك بس الاول تبعدي عن التلفزيون شويه، تسمعي بس من التليفون. تمام. سامع عليكم اهو. بعدتي يا رؤية على التلفزيون؟ تمام. جرامر يونت 1 هتلاقي عندنا على اليوتيوب، هتكتبي كده المدرسة على الهواء انجليزي. وبتاريخ 2/9 صح؟ اه بتاريخ 2/9 ثالثة ثانوي بتاريخ 2/9 هتلاقي الحلقة جرامر مشروح فيها بالتفصيل. هتلاقي كمان النهاردة إن شاء الله جرامر واحدة لسه أنا ومسلم هنتكلم فيه بإذن الله، لسه قدامنا وقت. تمام؟ على التلفزيون يعني؟ اه هنشرحها دلوقتي. احنا هنشرح الجرامر دلوقتي يا رقية. وموجودة الحلقات بتاع اللي فاتت بتاعت الجرامر اللي فات على اليوتيوب وعلى الصفحة بتاعت مدرسة على الهوا في الفيسبوك. لو كتبتي بس الاسم بتاع البرنامج زي ما قال مستر محمد، مدرسة على الهوا تالتة ثانوي 2018، يعني اي حاجة 2/9 بس كده، 2/9/2018 تبقى سهلة بالنسبة لها يعني. بالظبط. تمام. بس انا حضرتك ما عنديش يوتيوب اصلا. طيب يعني الحلقه بتتفرجوا على التلفزيون وبس. طيب الحلقه بص حاضر هنحاول ننوه تاني على الجزء اللي فات، لكن عايز اقول لك ان الحلقه دايما بتتذاع مثلا دلوقتي وبتعاد 12:30 بالليل، فاللي ما يلحقش يشوفنا دلوقتي شوفنا بالليل. تمام خلاص. في وسائل زي ما قلنا انها ممكن تكون يعني حتى على الموبايل بتاعك ممكن تجيب الحلقه يعني. المهم خليكي معانا النهارده وشوفي الجرامر بتاع الوحده باذن الله. اتفقنا؟ خلاص. طيب ماشي يا رؤية، شاكرين جدا اتصالك. نرجع تاني مس ايمان، وقلنا كلمه جيف ا ليكتشر وكلمه ليكتشر از ا فيرب. اتفضلي. طبعا كلمه جيف ا ليكتشر هي نفس معنى كلمه تو ليكتشر سمون. جيف ا ليكتشر يعني اللي هو يلقي محاضره معينه، والليكتشر لوحدها تستخدم كناون في الستراكشر ده في كلمه جيف ا ليكتشر. تمام. يعني هنا كلمه ليكتشر اللي موجوده هي ناون بمعنى محاضرة، فممكن أجيب معاها الverb give a lecture. فنقول مثلا professor John gave a lecture مثلا let's say in Florida University about science. خلينا Ohio University. اوكي Ohio تيجي بقى في الاكزامبل على اساس الراجل عبد الله يوسف lectured at Ohio University. Yes. في الحالة دي بقى كلمة lectured اتحولت بقت verb أو بقت فعل. هنا هو بيقول إن هو برضو إدى محاضرة في Ohio أو في الجامعة بتاعة Ohio. فقالت yes. السنتنس طبعا كان بتقول إنه عبد التواب يوسف lectured at Ohio University، يعني إدى محاضرة في Ohio. Yes. وانا ان اوهايو هي اصلا كولاية استيت اند موجودة في امريكا okay. واسم طبعا الجامعة دي فيها. تمام. طيب على شاشة مرة تانية كده قال له ايه thank you، وناخد طبعا بعض الامثلة كده ونحل مع بعض. بيقول شو the correct answer from ABC or D Mr. Yusuf set up يتارى A or N to help the children in 1968. تمام. Association bookshop library opera. طبعا set up an association يعني ينشئ مؤسسة أو ينشئ جمعية. Yes. To help the children. وطبعا قدامنا الإجابة وسيبنا شوية عشان الناس تعرف الإجابة. كلكم عارفين كلمة bookshop مكتبة لبيع الكتب، ولا كلمة library مكتبة للاستعارة. تمام. Number two. His grandfather was a doctor and worked for the space of health. Ministry, trade, embassy ولا factory. طبعا of health ministry of health من فاش نقول من فاش yes. نقول مصنع الصحة ولا سفارة الصحة ولا تجارة. طبعا ministry بمعنى وزارة، وهي دي اللي ينفع فيها كلمة اللي تتناسق مع كلمة health ministry yes. of health. احنا قلنا من في النص قلنا ministry of education، ودلوقتي ministry of health اللي هي وزارة الصحة. The teacher told us about the space of revising before the exam. Revising مراجعة قبل الامتحان. بالمستر قالنا عليه بقى the ugliness, importance, uselessness ولا uselessness ولا worthless. هي وجهة نظر طبعا. Yes. ولكن sure طبعا هي the importance of
ريفايزنج مهم تمام. جدا المراجعه قبل الامتحان, قبل الامتحان. فطبعا هنختار كلمه امبورتنس. تمام, يبقى امبورتنس اللي هي اهميه. عارفين كلمه امبورتنت مهم as an adjective, لكن importance noun اللي هي أهمية المراجعة قبل الامتحان. Number four, the tourists went on a بعد كده tour of Egypt visiting all the cities. Tourists went on a tour of Egypt visiting all the cities. Sites اللي هي الأماكن الأثرية. Yes, إذا industrial ولا tiny ولا agricultural ولا cultural. طبعا يقصد هنا cultural tour بمعنى يعني زي زيارة ثقافية علشان يعرف دولة ثقافة ثقافية الدولة. يبقى cultural tour. لكن لو قلنا tiny بمعنى صغير جدا صغير. ممكن industrial صناعي وagriculture اللي هي زراعي. فإذا كنا بنتكلم على visiting all the sites كل الأماكن الأثرية يبقى على طول تبقى ثقافية تبقى cultural tour. وبيقولوا لنا إن سارة رجعت. ازيك يا سارة؟ كويس جدا. سارة عود أحمد. ايه سارة معايا؟ ايه مستر. انت كنت السؤال الحمد لله على السلامة. جاوبت التليفون فصل ولا يهمك. جاوبت السؤال ولا لا؟ معلش انا ما شفتهوش لان الاثنين فصلوا انا بشيل الفيشة الاثنين فصلوا. واضح كده. طيب بص بقى السؤال هيبان تاني قدامك كده وانت كنت عايزة تسألي للناس اللي هم لسه داخلة معانا دلوقتي. كانت سارة احبائي بتسأل عايزة تسأل سؤال في جرامر الوحدة بتاعتنا دلوقتي واحنا كتبنا لها على الشاشة اهو. I haven't seen Sarah for 3 weeks. كنا عايزين تسلمي كلمة since واحنا بنأكد تاني احنا نلفت انتباهك. مفيش الرايت في امتحان لكن نلفت انتباهك لحاجة معينة. يا ترى تعرفي تجاوبي؟ طيب تمام. هو هنا since بيجي بعديها بداية الحدث. تمام. فهقول 3 weeks دي ممكن اقولها last weeks مثلا او the day weeks the before weeks. احنا هنحطها بدل عايز ايه جملة. سارة؟ عايز جملة بدل فور. دي اول خطوة. يبقى هنشيل فور ونحط سينس. وزي ما انت قلتي لازم يحصل تغيير في 3 weeks. هنشيل بقى لبداية الحدث ازاي؟ انت بتقولي بداية الحدث وكويس اول كلمة بداية الحدث. انا حطيت كلمة سينس هتبقى بداية ازاي؟ هقول سينس مثلا ايه؟ اقول سينس last week. طب ده الثلاث اسابيع اهم 3 weeks. 3 weeks. طب تبقى ايه؟ طيب تبقى ايه؟ نجاوب احنا عشان وقتين. طيب ذا لاست ويك او سيفيرال ويك. على فكره مش شطور على فكره بتحاولي وفكره كويسه عشان كده برضو احنا يعني هنضيف لك حاجه. هنا بالنسبه لنا اكيد الجمله يعني بيقول لمده 3 اسابيع مفيش ديفينت تايم مفيش وقت محدد بالنسبه لي. تمام هي في مده لكن مفيش بدايه يعني مفيش نقطة a point يعني at which طبعا the action start. فهنا بالنسبة لنا بناخد صيغة أسهل شوية وناخد كلمة it is مدة وبعد كده since the past simple. بعد كده أنا قلت الإجابة هو it is مدة since past simple. يبقى أقول it is 3 weeks. أيوة لا since بقى سارة since أيوة since I saw. ايوه عليك. حلو برافو عليك. نكتب معاك. انا قلت لك على فكره انا متاكد على فكره انك انت علم علوم. ايوه ما الناس هيزعلوا يقولوا اشمعنى مش عارف. انا والله ما اعرف صار قبل كده بس الفكره اني عارف يعني ايه. طبعا انا بأشطر بس اهو وارد يعني ان علمي كل شطار مش حد يزعل مني. طيب فهتز ايه بقى 3 weeks since I saw Sarah. يبقى اتفقنا يا ساره كده ان انا لما الاقي يا بابا مثلا هو يعني ابقى فاهم بس الفكره ان كلمه فور حتى اصل اللغه اصلا الاستخدام يعني مش بس الامتحان فور وبعديها مده زي كده ومش محدده فانا ما اقدرش اكتب كلمه سنس 3 ويكس او سنس مش عارف ايه واقول مثلا يوم كذا في الشهر تتغير لا فالصح بقول ات هاز بين او ات از وبعد كده المده بتاعتي اللي هي 3 ويكس والسنس بعديها العاده بتاعتنا اللي هي الباست سيمبل ات از 3 ويكس سنس اي سو ساره هتدي نفس المعنى صح كده؟ ايوه صح. ينفع سؤال ثاني؟ طيب عشان بس اوفر لزمايلك هديك سؤال هيبان على الشاشه قدامك كده سؤال تشويس عادي جدا عايز تجاوب عليه هيبان قدامك على الشاشه. الجمله بتقول my history teacher space my decision to become a teacher too. يا ترى influenced و influential. هتقول الاول يعني ايه كلمه influence؟ معناها
معناها افكت. افكت يعني يؤثر. يؤثر تمام. طيب ودي بقى الديريفاتيفز بتاعتها انفلونسنج وانفلونسد كالباست وانفلونشال دي ادجكتيف كصفه. فاقول ماي هيستوري او ماي هيستوري تيتشر. ماي ديسيجن قراري تو بيكام ا تيتشر تو ان اصبح معلما ايضا. يا ترى انفلونس ولا انفلونسنج ولا انفلونسد ولا انفلونشال؟ انفلوينس. انا فيهم ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ انفلوينس. سي. سي اكيد طبعا لازم يكون في حته سنس. صح كلامك صح طبعا. اكيد مش هختار الاولى هي اناون، ولو اعتبرتها كفيرب لازم يكون تيتشر مفرد كان لازم فيها اس. أيوة. يبقى انفلوينسز. وما فيش حاجه فيها اي ان جي اللي يكون قبلها ام از ار فيرب تو بي عموما يعني. عشان صح؟ يكون الزمن مضارع مستمر. او ماضي مستمر ايا كان الزمن. صح كده كان. أيوة. في فيرب تو بي. كمان انفلوينشال كادجكتيف تمام؟ مش معقوله طبعا اسمه بعد اجت على طول يعني مش ماشي مع السياق بالمعنى معنى صح. وصلت؟ يبقى زي ما انت اخترت كده فعلا كفيرب اللي هي كلمه انفلونسد معناها افكتد اللي هي اثر على قراري ان اصبح معلم. شاطره جدا يا ساره. شكرا جدا يا مستر. احنا شاكرين ليك يا بابا وطبعا تابعينا في مدرسه على الهواء مش بس الانجليش في كل النواحي. ربنا في محاضراتكم طبعا. ربنا يكرمك يا بابا. شكرا جدا. شكرا يا ساره. هناخد فاصل يا جماعة ونريح نفس إيمان شوية. هناخد فاصل ونرجع نستكمل الحلقة بتاعتنا. انتظرونا أحبائي. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. وأفكركم أن احنا النهاردة بنناقش الوحدة التانية مع بعض اللي هي My Father an Egyptian Teacher. وزي ما طبعا كلكم عارفين معايا مس إيمان اللي هي معلم خبير باللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم. برحب وجدد التحية بك يا مس إيمان. أهلا بك يا مس. كنا بنناقش قبل الفاصل اللي احنا بنتكلم على ان احنا بناخد تمارين على بعض الكلمات اللي احنا ناقشناها في النص بتاع listening. وكنا وصلنا للجملة رقم 6 بتقول لي بقى الجملة بتقول لنا Mona's uncle is an expert on science and open space at the university. اتفقنا كلمة expert on يعني خبير في ساينس ودايما بيعمل ايه بقى في الجامعه؟ يا ترى ليكتشرز ولا ستراكتشرز اتراكتس واتاتشز؟ فاكر احنا خدنا اتراكت يعني يجذب وخدنا اتاتش المره اللي فاتت اتاتش معنى يرفق تمام كده. وهنا بقى عندي كلمه ليكتشر قلنا بمعنى يلقي يحاضر او يلقي محاضره او يحاضر بالظبط كده. اظن هي الانسب صح؟ طبعا هي yes. المتناسبه جدا مع كلمه يونيفرستي والمعنى بتاع الجمله. يس yes. يبقى الاجابه على طول Mona's uncle is an expert on science and often lectures at the university. يبقى يلقي او يحاضر اللي هي ايه؟ شكسبيرز بلاي هاف بين او بلايز مسرحيات شكسبير هاف بين فيري ميني writers have used his stories. يا ترى فيرلس ولا بيتر ولا يوزلس ولا انفلونشال؟ انفلونشال طبعا. ايوه بمعنى مؤثره. مؤثر لكثير من الكتاب. طبعا كان المفروض نحط في الاستوب ونبدا بميني كابيتال هنا تبقى ميني رايترز عشان تبقى جمله ثانيه يعني كتاب كتير استخدموا القصص بتاعته اللي هي القصص المذكوره في داخل المسرحيات يعني. The football team are playing with a lot of space, I think they are going to win. Confidence, confident, confidential, confidence. Are playing with a lot of confidence. Yes, بثقة أكتر. بثقة بيلعبوا فيهم ثقة كبيرة. تمام عندهم self confidence يعني. I think they are going to win. حد هيقول لي بقى طب I think ما تأكدش بقى يعني I think they will win. ماشي طالما ما شفتش الإيه يعني أحرزوا هدف. Don't lose those forms. They are very bad, unimportant, useless, we important. إذا كنت طبعا بقول don't lose them ما تفقدهمش don't يبقى لوز هم مهمين. Those forms يبقى طبعا they are important. Yes. يبقى الاختيار بتاعنا D. What is the space in meaning between where and where? ايه الفرق؟ هتكلم على النون. يا ترى difference ولا same ولا safety ولا different؟ طبعا what's the difference in yes. meaning between this word and that word? What? Yes. Okay. يبقى كلمة difference. You need a lot of space to be good at chess. Chess يعني قلنا شطرنج. يا ترى intelligence, food, fun, flower. Intelligence. Yes. وهي معروفة ان رياضة يعني لعبة التشيس تحتاج فعلا intelligence كبير. اللي هو ذكاء. Okay. A weak old man, a moon, a weak old moon, اللي هو قمر
يعني عمر اسبوع لسه ظهر يعني مش قديم قوي. هاز ذا شيب اوف يا ترى سكوير تريانجل سيمي سيركل اور سماي سيركل وعندنا كلمه سيركل طبعا سماي سيركل او سيمي سيركل بوث ار كوركت يس هي دي الاجابه السليمه يبقى شبه دائري يعني. شبه دائري آه. يعني جزء منه بس اللي باين آه. علشان هو يعني لسه طالع بقاله اسبوع ايوه بالظبط لكن سيركل احنا قلنا دائري وسكوير مربع وتريانجل قلنا مثلث لكن سماي او سيمي سيركل اللي هو شبه دائري طيب ناخد اتصال وي هاف احمد ازيك يا احمد اخبارك يا زعيم تمام الحمد لله اتفضل انا عايزك بس تبعد عن التلفزيون شويه وعلى صوتك اتفضل سؤال تشوز ولا سؤال ايه تشوز اه اتفضل هاف يو ايوه هاف يو heard some تاني كده يا احمد have you طب قول حروفها لا هو الفكره الصوت مش وصلنا الصوت كويس مش باين يعني الصوت مش واصل بشكل كويس بهدوء كده وابعد ابعد عن الشاشه ابعد عن الشاشه كده اتفضل بعد هيرد ايه يا احمد بعد هيرد عمرو عمرو اسم عمرو يعني ايوه تمام ها عمرو عمرو لا تاني apostrophe s تمام عمرو نيو البوم نيو ايه البوم 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 طيب بدل جمله ايه بقى الجمله لا مش سامعه بقى الجمله بقى الجمله بقى الجمله ايه يس 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 بعدين اي اي سبيس سبيس يسترداي يسترداي ات يسترداي ايه ده الاختيارات تمام have ايه have bought have bought يشتري طيب have bought وخلاص طب بص علشان الصوت مش واضح هي خلاص في bought في الاختيارات صح في bought لوحدها من غير حاجه ايوه في bought بالظبط هي دي السليمه وليه علشان في كلمه yesterday موجوده هو عايز يقول في الموقف هنا ايوه انت سمعت البوم عمرو فهو بيقول له ايوه ده انا اشتريته امبارح تمام حدث واحد يا احمد حدث واحد تم وانتهى في الماضي على طول باست سيمبل زي ما قلنا المره اللي فاتت يبقى كلمه بول باست من كلمه باي انت طبعا ما تغيرش الجمله الاولى اللي هاف يو هيرد اباوت هل سمعت عن فقال له اشتريته خلاص حدث تم وانتهى ان اكشنز ذات هابن اند توك او تو ذات توك بليس اند فينيشد كومبليتلي ان ذا باست على طول باست سيمبل فاصبحت كلمه بوت اي بوت ات يسترداي اوكي طيب شاكرين جدا اتصالك يا ابو حميد وتابع معانا نرجع تاني بس ايمان للجمله على الشاشه كانت بتقول a week old moon قلت لي ان هو سماي سيركل اوكي طيب جمله كمان بتقول if the practice of making someone obey rules and orders space the practice of making someone انك تخلي شخص obey rules ان هم يطيعوا الأوامر والقواعد بتاعتنا يا ترى discrimination discipline distribute و contribute طبعا الاختلافات في المعنى الأول كلمة discrimination معناها تفرقة تفرقة يعني مثلا ممكن ناس تفرق ما بين زمان يعني كان وفي racial discrimination تفرقة عنصرية racial discrimination الأبيض والأسود yes الناس من جنسيات مختلفة يفرقوا ما بين ده دي بنسميها discrimination تمام discipline طبعا الالتزام او الشخص النظام او الالتزام صح يبقى اظن الاقرب الاجابه لان الكلمات اللي كانت بتستخدم يعني يوزع والكلمه الرابعه اللي هي contribute يعني يساهم يبقى طبعا كلمه discipline is the practice كلمه مهمه جدا في الوحده دي بالذات discipline is the practice of ده في الديفينيشن هي ممارسه انك تخلي الناس obey rules and orders when you let a child do whatever they want with the result they behave
badly. لاحظي ايوه طبعا. When you let لما تسيب الاطفال do whatever they want بس يكون نتيجه ايه بقى the result that they behave badly. يا ترى boil spill spoil spill طبعا we spoil the child يعني يفسد يفسد يدلعه زياده عن اللزوم يبقى افسدناه اللي هي سي احبائي. لكن اقول طبعا boil يغلي spill يسكب ثانيه وكمان كلمه spill اللي هي يستهج. طيب in 1945 he started studying space science at Cairo University. Political, politician, policy. الشاطرين بقى اللي حافظين الفوكابلري بتاع اليونت عارفين انها political science. Yes اللي هو علوم سياسيه. علوم سياسيه. Yes. طيب احنا عندنا اتصال من الجيزه وي هاف دينا. ازيك يا دينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا قمر. سؤال تشوز صح؟ اه اتفضلي يا بابا. وين هي سكول؟ هنكتب معاك مس ايمان اتفضلي. وين هي ايه؟ ليفت سكول. ليفت سكول. ليفت ال اي اف تي ليفت سكول. سكول المدرسة تمام. هي To join the army. طيب. Applies بالاس. تمام. او ايه تاني؟ او applying ing في الاخر؟ لا هاد applied. Had applied دي اللي هي دي had applied مفيش applying. طب في ايه بدلها؟ has applied has طيب has اي has applied يبقى عندنا has applied we had applied تمام. هي دي كده الاختيارات سليمة. ده تمام. هو هنا السيتويشن واضح جدا بيسألك كمان على شيء على انه عاوز يعرف منك انت فاهمة ترتيب الاحداث ولا لا. دي اول بوينت تفكري فيها. تمام يا دينا؟ فانت عارفة ايه اللي حصل الاول؟ هو ساب المدرسة الاول ولا راح الارمي؟ ساب المدرسة الاول. دي اول خطوة. يبقى احنا ما ينفعش خالص نستخدم had applied دي مرفوض ان احنا نستخدمها. لو كانت دي تمت الاول كنا استخدمناها. هنا when he left school he applied to join the army. لما هو ساب المدرسة هو برضو قدم علشان applied. يعني يقدم او ان هو قدم علشان يجوين الارمي. ممكن جدا ان احنا في جملة بتربطها when نستخدم التو اكشنز في الباست مفيش مشكله وممكن في الحاله دي ان احنا التو اكشنز دول لو هما في الباست هو عايز يقول ان الحاجتين دول حصلوا في الماضي وتموا في الماضي وما كانش فيه بينهم اي مثلا فرق في التوقيت او ما كانش فيه تايم انترفل حصلوا ورا بعضيهم خلص المدرسه وجوين او ابلايد الارم تمام خلاص. في طيب. الحالة دي عادي ممكن نستخدم باست. يا دينا انت سألت السؤال ده ليه يا بابا؟ كان عندك شك في ايه يعني؟ إيه سمعاني يا دينا؟ ايوه طبعا. سمعاني انت سألت السؤال ده ليه؟ يعني كان عندك شك في انهي اختيارات؟ انا كنت شك في اللي هي بس تمام كده. طيب انا عايز بس اقول لك على حاجة. احنا اتفقنا قبل كده لما يكون عندي حدثين تم وانتهوا في الماضي واحد بعد التاني حدث بعد التاني اتفقنا الاول دايما فيهم يبقى ماضي تام او التاني ماضي بسيط. المهم التاني يكون ماضي بسيط صح؟ ايوه. ممكن الاول ده التام يبقى بسيط مفيش مشكله لكن البسيط عمره ما هيبقى تام. حلو قوي. فاحنا قلنا ايه؟ when he left school لما ساب المدرسه اتقدم للجيش. أيوة. الاتنين تموا في الماضي يبقى ساب المدرسه الاول يا اما ليفت يا اما هاد ليفت صح؟ ايوه. والفعل ما يجيش في الاستمرار ما ينفعش اقول هاد بين ليفنج هنا تمام؟ ايوه
طيب خلاص هو ترك المدرسه والتحق بالجيش، التحق بالجيش ده سكند اكشن الحدث الثاني، يبقى لازم باست سيمبل. تمام؟ باست سيمبل في معظم الافعال بيبقى الفعل منتهي باي دي اللي هي الرجل عموما يعني. وضحت؟ يبقى ابلايد. طيب لسه ستيل هاف كويستشنز؟ لا. طيب وي ثانك يو فيري ماتش طبعا وشاكرين، ونخلي بالنا ان دايما بنقول ان لازم الطالب يا مس ايمان يعمل فهم علاقه الازمنه ببعضها بالظبط. زي ما قلنا لو حدث واحد تم وانتهى فقلنا ماضي بسيط، حدث واحد وكان حدث ثاني شغال وده تم اثناؤه ومستمر وبسيط، اثنين شغالين الاثنين مستمر في وقت في الماضي، حدث تم وانتهى وحدث جه بعديه يبقى تام وبسيط وهكذا. ونركز طبعا على الكونكترز او الادوات نفسها ومعانيها. تمام؟ نرجع مره ثانيه، وكنا بنقول ان احنا خلصنا طبعا الجمل الخاصه بالليسننج او التشوز كان على الليسننج، ناخد نص بتاع الريدنج حالا وبسرعه. وكنا بنتكلم على عبد التواب يوسف، وطبعا زي ما قلنا عرفنا كده ان هو كاتب، فبنقول ماي فاذر ان ايجيبشن تيتشر. وقبل ما ابدا برضو عندي اتصال من القاهره، وي هاف ايه. ازيك يا ايه؟ ايوه حضرتك. عامله ايه يا ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. تمام بخير الحمد لله. دايما يا رب. اتفضلي يا بابا قولي. انا عندي سؤال. اتفضلي. Our head teacher is a very Our that choose يا ايه؟ ما احنا ما عادش بقى عندنا هي فانز مستيك ولا غيره. خلاص. على طول كده. Our history teacher. Our head teacher ولا history؟ Head teacher. Head teacher. Is a very. ها نقط بعدين نقط من man he doesn't even smile. لا في doesn't صح؟ صح. بعد doesn't ايه؟ doesn't even smile. طب اخر كلمة ايه معلش؟ smell. Smell S M E L L S M I L E Smile. طيب he doesn't even smile. smile طبعا يعني ايه يا ايه؟ يبتسم. ماشي؟ طيب قولي لي بقى الاختيارات كده. Dangerous. ينتهي. ايه التانية؟ ينتهي. لا قوليها تاني. جنتل. طيب جنتل. فاني. سيريوس. طيب الشخص اللي ما بيضحكش خالص ده تفتكري يكون ايه؟ انت شاكه في ايه طيب؟ احنا تفعلا الناس سمايل دي اللي انت يعني كنت متلخبطه فيها شويه معناه يبتسم. بتقولي الهيد تيتشر اللي هو مدير المدرسه بتاعنا يا ترى واحد ما بيبتسمش مش ممكن يكون جنتل ولا فاني صح؟ هنبعد دوله. تفتكر بقى دينجرس ولا سيريوس؟ سيريوس صح. برافو عليكي. ما هو مش هيعض الناس يعني. طيب قولي اتفضلي. يا يعني انا دلوقتي لما اجي اذاكر ايوه اذاكر وحاجات بتروح مني. تمام. هو اولا لازم يكون عندك ثقه بنفسك الاول، احنا لسه في البدايه خالص صح؟ يبقى لازم الثقه بالنفس تماما. تمام؟ البعد بقى عن الحاجات اللي هي مشوشات بقى اللي هي يعني ايه يعني الحاجات اللي تضيع مجهودنا يعني. انا زي ما بنعمل كده مثلا امام مسكنا الوحده مثلا بنذاكر الدرس بتاع الليسننج ونحل عليه، والريدنج ونحل عليه، ونذاكر الجرامر وهكذا. فدايما قدام عندنا دايما بالنسبه لنا شكل امتحان. عندي مثلا جمل تشوز 30 جمله، يبقى لازم اذاكر بالتفصيل ممل قوي لسننج وريدنج عشان خاطر اعرف الحاجات بتيجي ازاي. عندي كمان ان محادثه، واحنا كل مره بنحل محادثه يا مس ايمان. عندنا ازاي نكتب موضوع تعبير اتدرب من دلوقتي. والفكره في المداومه بس، وما تخليش الفكره بتاعت ان بنسى دي تسيطر عليكي، لا انت بتفتكري كويسه وتمام التمام. بس الفكره ان انا كل شويه براجع اللي انا ذاكرته قبل كده. تمام؟ ماشي ايه؟ ايوه بس هو المشكله عندي في البدايه. احنا قلنا زي ما احنا بنعمل كده، احنا يمكن شفنا المره اللي فاتت كان اللانجوج فانكشن نفسها كان ازاي مثلا تعبر عن رايك، فكان حوار مرتبط بكده. فهي في الاخر اصلا اعتبر الدايلوج كانه سيتويشنز اصلا يا بابا.
بس سيشنز مختلفه طويله شويه، حد بيسال وحد بيجاوب. تمام، اتدربي هاو تو فورم، هاو تو ميك كويستشن، يعني ازاي اعمل سؤال. تمام كده، هاو تو فورم ا كويستشن، ازاي اصيغه اكونه. ويمكن نحاول مس ايمان بعد كده، انا ومس ان شاء الله نعمل بعد كده حلقات خاصه ازاي نكون بما ان عندنا دايلوج، ازاي نكون سؤال باستخدام طبعا كويستشن ووردز او اليس تو كويستشنز، وطبعا ازاي نعمل برضو اجابه. وهناخد كتير جدا ان شاء الله دايلوجز خلال السنه، من خلالها ممكن الطالب برضو يقدر يجاوب بشكل كويس. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك، وشاكرين جدا ربنا يقويك يا ساره يا دينا، وان شاء الله ايه ونفرح بيك. ايه سوري، ان شاء الله باذن الله تحققي سكور جامد جدا في الانجليش ان شاء الله باذن الله في كل المواد. شاكرين جدا يا ايه. ونرجع تاني للنص، مس ايمان على الشاشه كنا بنتكلم على النص بتاع الريدنج سريعا، بنقولنا ماي فادر ان ايجيبشن تيتشر فور اول ذوز هو هاف هاد ذا اونر اوف بينج كول تيتشر. حلوه قوي الجمله. اه طبعا yeah. وفي جمله ثانيه هنا برضو عجباني جدا، يبقى ثاني كده فور اول ذوز هو هاف هاد ذا اونر، لكل من يمتلكون شرف كونهم او يحملون كلمه معلم. ذا هيد تيتشر ريلايزد ذات. طبعا الراجل اللي بيحكي لنا حوار حصل معاه كمدرس مبتدئ مع المدرس الهيد تيتشر اللي كان بيتكلم عليه من شويه ايه، مع المدير المدرسه او مع المدرس الاول. ذات ذا يانجر تيتش او ذا يانج تيتشر واز وورد اباوت هيز فيرست ليسن. المدرس كان قلقان او مقلق شويه بخصوص الحصه الاولى او الدرس الاول لا يشرحه ات ذا سكول. فالتاني قال له ايه بقى الهيد تيتشر؟ قال له دونت واري، ده كويس ما تقلقش. يو هاف ذا كواليتيز، انت تمتلك الصفات الشخصيه. ناس تفرق بين كواليتيز تمام وبين كلمه ادجكتيفز. تمام تمام، يبقى كواليتيز صفات شخصيه، مهارات على الشاشه كده موجوده عندك او في الصفات yes. موجوده في شخصيتك. ونفرق هنا كمان كلمه كمان كلمه كواليفيكيشنز مثلا. ان الكواليفيكيشنز عموما هي الشهادات بتاعتها، سكيلز مؤهلين. سكيلز مهاراتك، المقدره تعمل كذا بشكل كويس او وحش. لكن كواليتي الصفه الشخصيه، هل انت تولرنت متسامح مثلا، ولا زي ما كانت بتقول ساره ايه انك انت يو دونت ايفن سمايل، ما بتبتسمش. فانت كده قلنا سيريس جد قوي يعني، صح؟ كونفيدنت مثلا وهكذا. طيب يبقى كواليتيز خدناها خلاص. تو بي ا جود تيتشر، وده مهم جدا لكلنا احنا ومعاك وكل زمايلنا المعلمين. ايه بقى الخصائص بتاعتنا؟ يو ار فيري ناتشرال. المعلم الاول او الهيد تيتشر او مدير المدرسه بيقول للمدرس الجديد، بيقول له يو ار فيري ناتشرال وذ ذا ستينس. ناتشرال وذ يعني انت طبيعي جدا، تعامل بطبيعتك يعني. واضح انك انت سوشيبل كده. يو ار سيريس، مش بس بالدرجه اللي قالت عليها ساره. هي ستريكت يعني انك انت حازم او ملتزم، لكن مش انك انت او قالت عليها ايه، مش بمعنى انك انت يعني ايه مش بتبتسمش. هي سيريس من النيوترال ادجكتيفز، يعني ممكن جدا استخدمها في وقت كحاجه سيئه. أيوة. ممكن استخدمها كحاجه ايجابيه. تمام، هنا في النص هو جايبها بصوره بوزيتيف. جاد اند ريسبونسبل، بتحمل المسؤوليه. وارم بات ستريكت، طبعا تكون طيب في التعامل مع الناس، ولكن في نفس الوقت انت حازم او صارم. That is what I have learned about you. ده اللي عرفت عنك دلوقتي. In the short time you've been here, you'll need to discipline the students. والتفاني ديسبلين معناها انك انت تجعلهم يطيعوا الاوامر. بالظبط. منظمين. يلتزموا بالاوامر. يس. حد يقول لي كلمه order، order امر ولكن ترتيب لشيء. تمام صحيح. But you'll be fatherly and gentle. كل دي صفات. Fatherly كل الصفات الخاصه بالاسره. يعني مثلا تنسب للفاذر، المذر، سيستر، براذر، بنحط لها اللي واي. قلنا فاذرلي يعني ابوي. يعني هي تريتس مي لايك ا فاذر. تمام، يبقى هي از فاذرلي. احنا اتفقنا قبل كده قلنا في صفات كتيره جدا طبعا باطلاله كده سريعه، عشان احول الصفه من صفه لحالها احط اللي واي. زي مثلا قلنا كلمه سلو سلولي، كويك كويكلي. لكن في صفات اصلا منتهيه باللي واي اساسا، زي كلمه فريندلي، شيز فريندلي، هي ودوده. يبقى شي تريتس مي in a friendly way، عشان احول الحال حطيت in a صفه و in a friendly way. He asks silly questions، يبقى he ask in a silly way. كلمه silly منتهى برضو ال واي. فهنا برضو عندنا كان كلمه father، فقلنا fatherly. She is like my sister، she treats me in a sisterly way.
She is sisterly. She is sisterly يعني هي زي أخت. يعني دي صفة بالنسبة لنا. فكلمة father أو sister أو brother كل أعضاء الأسرة يعني نحط لهم إيه؟ اللي واي تصبح صفة. عشان أخليها حال تبقى إن آ والصفة وكلمة واي. طيب قبل ما ننتقل لنص تاني عندنا اتصال من القاهرة. ألو. ألو. زيك. إزاي حضرتك؟ What's your name? My ريم. name is ريم. أيوة ريم صح كده. تقدر تقولي لي ريم ده بقى اللي هو إيه؟ لو انت الغزال الصغير. تمام الغزال برافو عليك كده ريم الغزال. طيب كنت هسألها عربي سؤال تاني لكن معلش خلي بقى استاذ عربي يسأله لها. قولي لي بقى كده السؤال بتاع حضرتك في ايه يا ريم؟ هو انا كنت عايزه اسال سؤال في الكلمات. اتفضلي. هو اكسبرتس هو تشوز بيرد. اكسبرتس اي اكسبرتس جمع. ايوه تمام بنقولها اكسبرتس. Time. Are. Largely. Largely. Yes, space. For their. For their. Impressive. Impressive. Economic. Impressive. Economic. Yes. Performance. Economic performance. Time. Time. Well, if you're not. Concerned. Were responsible. Responsible. Were careful. Responsible. Careful. Yes, were interested. هي interested مستبعدة لأن بتيجي معها إن. Interested. تمام. طيب تمام انت شاكه في ايه؟ في ريسبونسبل وكونكرنت لكن انترستد مستبعده عشان تيجي معاها ان. تمام تاني كونسرنت. ها احنا هنرجع تاني لمعنى الجمله يا ريم. تمام. اكسبرتس ار لارجلي يعني الخبراء بشكل كبير وبعدين سبيس فور ذير امبرسيف ايكونوميك بيرفورمانس. تمام. يعني يعني بشكل كبير هم حاجة معينة كده وبعدين economic performance اللي هو أدائهم الاقتصادي. تمام. المبدع مثلا أو المؤثر. أو تمام. فإحنا عندنا لو حطينا مثلا كلمة زي experts are largely responsible for their impressive economic performance هي تمشي وما فيهاش أي مشاكل. تمام. وانت عندك اوريدي وبيجي معاها حرف الجر فور. لان قلت concern about وكنت اقول ايه حرف جر مختلف. تمام ماشي. فهي كده اختيار سليم طالما ان انت ده شاكه فيها يعني وكده اهو. تمام يا ريم. responsible for. تمام. الجمله concerned بتيجي معاها about. تمام اوكي. طيب انت عندك اي سؤال كمان؟ شكرا. طيب شاكرين طبعا يا ريم. وحاولي تعرفي بقى أن الطفل كريم واتصل بالحلقة الجاية. نرجع تاني للشاشة مس إيمان وكنا بنقول to be a good teacher. He said you are very natural with the students. You are serious and responsible, warm and strict. That is what I have learned about you in the short time you've been here. You'll need to discipline the students, but you'll be fatherly and gentle. طبعا دي صفات كتيرة جدا ولكن فرض حل بها ايه؟ المعلم. تمام؟ Yes. Do you think so? فهو بيسأله تفتكر؟ قال له I have always prepared my lessons well. بيتكلم المعلم عن نفسه المعلم الجديد ده بيقول له دايما prepared my lessons well. يعد دروسه بشكل جيد. Said the teacher I give myself goals. حلو قوي. يعني we have to give ourselves goals as teachers. To achieve يعني حط دايما في اهداف يبقى give goals انك انت تحط لنفسك هدف and plan how to achieve them. How to achieve ازاي تحقق او تصل to reach your goals تصل هدفك او تحقق هدفك. I plan an introduction and then use steps. طبعا في strategies او steps كده خطوات احنا بنسميها عندنا procedures يعني. تمام. وبعد كده and I like to use paintings. طبعا بيستخدم حاجات فيجوال كده بيستخدم صور and pictures. Said the teacher that is good you have come with fresh ideas. حلو التعبير ده.
يا افكار مش فريش ايديز. يعني انت جايب افكار جديده ومتجدده وحلوه وكده. يس زي ما خدنا قبل كده كلمه كام اراوند ويذ، يعني بتيجي بافكار بقى افكار طازه زي ما نقول بالظبط، اوت اوف بوكس يعني خارج الصندوق، كلمه فريش معرفه انها طازه. تمام. انسرد ذا هيد، اي بليف ذات ا تيشر ماسنت سايلنس هيز ستودنتس. برضه تعبير حلو جدا. انا عايز كلاس ساوند كلاس، الفصل اللي هو فيه دوشه لحد ما يعني فصل كويس يعني، طالما ان هي نخلص طبعا هو مش صح، دوشه منظمه بالظبط، دوشه منظمه بالظبط كده. يبقى اي بليف ذات ا تيشر ماسنت سايلنس هيز ستودنتس، هنا سايلنس جايه كفيرب يعني ما يخليهمش بقى فين بقهم طول الوقت يعني. تمام. ما يبقاش تراديشنال كده ويلقي معلومه وخلاص. هي ماست انسباير ذم، انسباير قلنا معناها يلهم. يبقى انسبايرنج اند انكارج ذم تو كوميونيكيت، يشجعهم ان هم يتواصلوا، اند تو تيك بارت ان كونفرسيشنز. قلنا كتير قوي الفرق بين كلمه تيك بارت وتيك بليس، والتيك بارت يشارك تو كونتريبيوت او تو شير ايديز هنا، وهناك طبعا كلمه تيك بليس قلنا يحمس. You don't want to spoil the students. Warn the head. طبعا مدير المدرسه بيحذره ان هو بيقول له طبعا انت مش ممكن طبعا تكون غرضك انك انت to spoil، قلنا يفسد التلامذه. Oh I want we should encourage them to move around the class. يكون في حركه في الفصل. We can change the design of the classroom. زي ما بنعمل كده في التعلم. Cooperative learning تعلم تعاوني. If there is a discussion لو في مناقشة، the students can sit in a circle or semi-circle. طالب تقعد في دائرة أو شبه دائرة، قلنا كلمة sit sat sat اللي هي يجلس، غير sit اللي خدناها من شوية اللي هي S-E-T، قلنا sit up يعني يؤسس. Yes. We could even have the class outside. ممكن أنا نطلع برا برا الفصل يعني under the trees تحت الشجرة، وفيه طبعا في فناء كبير في المدرسه ممكن نقعد في الفناء وهكذا. تمام. المهم يعني يكونوا ات ايز. المهم سيد ذا تيتشر جود لك وذ، لاحظوا التعبير ده، جود لك وذ يور فيرست كلاس تومورو، اتمنى الحظ كويس طبعا في الحصه بتاعت الغد. سيد ذا هيد ذا تيتشر او ذا هيد تيتشر ليفت هيم دريمينج اباوت، ساب المدرس قاعد بقى بيحلم. تمام كده. هيز نيو لايف او هيز فيرست اكسبيرينس، طبعا نيو لايف از ا تيتشر، هي بيليفد ذات his was the most important job. المعلم ده شايف ان وظيفته هي the most important job. He was engineer. مهندس المجتمع. Who is that such engineer, Miss Iman? The teacher. تمام كده؟ Helping to build it. بنساعد في بناء المجتمع. A teacher is like the layers of the earth. انا متاكد ان الجمله دي كنت انت حباها قوي. بالظبط. A teacher is like the layers of the earth. طب اتفضلي علق عليها. لا عجبني التشبيه طبعا. تمام. He's like the layers of the earth. كاتب whatever level you reach، يعني كل ما توصل معاه لليفل معين. You can dig deeper to find more layers. تمام. لاحظ الاول بس كلمة a teacher is like، ما قلناش a teacher likes. عشان اقول يشبه او مثل يبقى لازم verb to be، كلمة is هنا مع كلمة like وبعد كده كلمة like. بالظبط. حدش يقول is likes مثلا. لا. ولا is liking، لا. verb to be اذا كان is او are او was او ايا كان verb to be وبعد كده كلمه like، لان like هنا مش verb. تمام. هي جايه هنا كحاجه adjective او بيشبه لي. أيوة. لان التيتشر بحاجه معينه. بالزبط. لكن هي مش verb. is like the layers هو يشبه. تمام كده. طب زي ما كنا يبقى a teacher and the layers of the earth are alike. تمام كده. is like يبقى the layers طبقات of the earth، طبقات الارض. ازاي يعني المعلم كطبقات الارض؟ بيقول لك whatever، خلي بالكم برضو مش whatever ولا whenever، whatever level you reach، ايا كان المستوى اللي توصل له في معرفتك بيه يعني، you can dig deeper، تحفر اعمق، you'll find طبعا more layers، هتلاقي طبقات اغنى او طبقات اكثر that are even richer، اغنى than before. يعني بيبقوا طبعا knowledgeable، طبعا عنده معلومات كثيفه او غزيره، عشان كده ممكن كل ما تنكشوا اكتر يعني تلاقي معلومات اكتر. تمام كده. يس هيز واز ذا بيست جوب ان ذا وورلد، وظيفته افضل وظيفه في العالم. طبعا يعني احنا بننشط طبعا كل اخواننا المعلمين يعني انك انت ما تقلش من قدركم يعني، لان في كتير جدا للاسف النهارده على السوشيال ميديا مس ايمان بيكتبوا حاجات كتير جدا يعني بيحسسنا ان المعلم
حقيقي احنا معترفين ان مرتبنا قليل قوي صحيح كده، ولكن لازم نكون مؤمنين دايما بالرساله بتاعتنا واللي بنعمله، يعني مش بالضروره ام المهن زي ما الكل طبعا يعني شاء من شاء وابى من ابى، يعني دي مش فارقه. وهو الشخصيه اللي بيفتكره الطالب طول عمره، يعني ممكن الطالب ده بيعدي بمراحل كتيره في حياته وتجربه مع ناس كتيره جدا، لازم لكن اكتر شخصيه بتعلم فيه وبيفتكرها مهما وصل لاعلى مستوى، يا مستر فلان اللي درسني كذا انا كنت بحبه جدا، انا كنت وهتبقى شهدنا احنا مجروحه، ولكن لازم نعرف يعني خاصه المعلم المراحل الاولى يعني في المنتور ستيج، يعني لازم يكون عارف ان هو طبعا ان هو بيشكل او يصيغ عقل مجتمع كامل، يعني احنا اللي تحت ايدنا بيطلع الضابط والمهندس والمحامي والمخرج وهكذا وكله تحت ايدينا، فلازم نصيغه بشكل كويس عشان نبني مجتمع كويس. طبعا كل المجتمعات الغربيه والمجتمعات الديفلوبد كانترز يعني كلها بتهتم دايما بالمعلم على اساس هو اللبنه الاساسيه او اللي بتصيغ مجتمع كامل. تمام؟ ف دو نوت هاميليت يور سيلف يعني او يور سيلفز. ناخد بقى تشويسز كده سريعا، بنقول بقى choose the correct answer from A, B, C or D. The teacher is supposed to know why the students were all late. يا ترى demanded ولا wanted ولا wanted ولا handed. demanded to know. ايوه الناس كلها طبعا استعجلوا في كلمه wander. لاحظوا احبائي ان هي مكتوب W A مش W O. المكتوب عندي wander معناه يتجول بشكل عشوائي طبعا، لكن الثانيه بالO تبقى wander يتساءل، كانت تنفع لكن مش موجوده هنا. يبقى ما فيش غير كلمه demanded. طبعا عارفين الثالثه دي معناها جريح وhanded يعني يسلم. We not to go to Greece, Yunnan for the holidays next year. Plan, plane, plant, planet. طبعا احنا بنخطط يبقى ملاحظ النقطه برضه مختلف. Plan قلنا يخطط او خطه، وهنا مجاجه فيرب، لكن plane للطياره وplant نبات وplanet الكوكب. I have the honor of being a teacher. كلنا I have the honor, I have the honor of being a teacher. او to be a teacher. لحظة of being أو to be. The head teacher says that the young teacher was worried, recognized, realized, identified, we qualified. المعلم أدرك أن الشاب طبعا الصغير أو المعلم الجديد ده كان الآن يبقى realized. لكن قلنا recognize يتعرف على شخص المرة الثانية و identify تعرف عن الشيء بقى. لما تقول مثلا الألم ده مواصفاته كذا كذا كذا. تمام؟ طيب qualify قلنا يؤهل. He has all the space to be a good teacher. Relations, quantities, amounts, qualities. اتفقنا صفات شخصية. Qualities تمام. A good teacher should برضه the students يا ترى discipline ولا attack يهاجمهم ولا kill ولا insult. Insult يعني يشتم او يشتم ما تنفعش طبعا. يبقى يهزق او كده لا. أيوة. طبعا discipline. Discipline اللي هي يخليهم يمشوا على قواعد معينة، ينظموا the rules and the orders. I space myself goals and plan how to achieve them. Give, achieve, score, well reach. طبعا زي ما موجودة في النص. أيوة. I give myself goals. يعني حط أهداف قدامي. تمام كده. He is imaginative. قلنا معناها مبدع. He always comes with fresh ideas. تمام. يعني أفكار جديدة. fresh ideas لكن flesh لحمه، وعندنا كلمة روتن متعفن وبقى يعني زي yes. A good teacher must space his students and encourage them. Conspire, inspire, desire, aspire. طبعا inspire his students. أيوة. يعني يلهم الطلبة. تمام. لكن conspire معناه يتآمر طبعا. يعني مؤامرات. desire اللي يرغب في شيء. واسباير من معنيها كلمه تنفس برضه. تمام. My father always encourages me to take not in conversations. بيشجعني بابا ان انا ايه؟ اشارك. اشارك يبقى كلمه take part. part. يعني يشارك. لكن take place احنا قلنا to occur or to happen. You shouldn't space your students, encourage, spoil, help, respect. اذا كان شد تنفي. يبقى يعني طول حاجه سيئه ما نعملهاش يبقى spoil. تمام. الا يفسد. If there is a decision, the students cannot in a circle or semi-circle. يقعدوا بقى. لاحظوا الفرق كده. ايوه. S-I-T احبائي. لكن الثانيه اللي هي ست قلنا ست بمعنى
لو حطينا اب طبعا يؤسس او يشيد زي ما قلنا، وفي فرق في النطق. وست يعني معناها جهاز، تمام. اه طبعا يعني حتى لو كان سلايد ديفرنس ان برونسيشن، لكن ست اللي بالاي الكسره بتاعتها جديده، في ستريس شويه على الموضوع. يس yes. انما الثانيه اه اكيد شورت اي، ولكن الثانيه سات. وبعد كده تنفع جهاز، وبعد كده سايت قلنا بمعنى موقع، موقع اذا كان على النت او موقع اثري. وسلاب، سلاب اللي ينزلق او سلاب اوف تانج يعني زلة لسان مثلا. فاخترنا الاولى طبعا، والماضي بتاعها سات. ها جود سبيس وذ يور فيرست ماتش تومورو، طبعا من الحظ كويس تبقى جود لك لك، او جود فورشن لو مكتوبه اف او ار تي يو ان اي، فورشن مش افورشن، جود فورشن او جود لك معناها حظ طيب. ذا هيد تيتشر ليفت هيم، اتفقنا يفصل بعضي دوينج سمثينج، يبقى لازم فعل ايه؟ اي ان جي، يبقى ليفت هيم دريمينج، تمام كده؟ about his new life as a teacher. A teacher is space the layers of the earth. لسه قلناها من شويه. Like. Is like the layers. يعني يشبه طبقات الارض. Space level you reach you can dig deeper. انا اتاكدت قوي عليها، قلت whatever. Whatever, yes. اللي هي whatever. What لاني بكلم على level. Yes. فالليفل طبيعي هو شيء فبستخدم وات ايفر مش whenever ولا wherever ولا الكلام ده. Yes. Many people have space up reading the books of عبد التواب يوسف. Have grown up reading yes. the books. Yes. Have تصريف ثالث. Have grown up. ناموا على قراءة كتب عبد التواب يوسف. He spaced in 1950. He graduated. Yes. حاجة في الماضي طبعا و one action. أيوة زي الجملة بتاع تلميذتنا اللي اتكسرت. Yes. When his father died it was not time for him. لما بابا مات كان طبعا وقت عصيب وقت difficult. صعب. يبقى it was a difficult, difficult time, for him. Yes. مش easy ولا good ولا nice. طيب بس إيمان سريعا كده كلمينا عن ال present perfect المضارع التاع. هي لو قلت الفورميشن التقويم بتاعه سريعا كده مع بعض. How is it formed؟ يعني طبعا ال present perfect بيتكون من have or has plus the past participle. تمام. have او has وعن تصريف الثالث. تمام. واحنا عارفين طبعا ان have بتستخدم مع I, you, we, they او مع اي plural noun. وطبعا كلمه has بتستخدم مع he, she, و it اللي بيحبوا الاس على طول بنقول انهم بيجوا معاهم الحاجه اللي فيها اس. ف او اي طبعا noun singular noun بس يكون بيشير لي he or she or it. ده الستركتشر بتاعه. يس. والتصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. يس. هيبان على الشاشه كده قدامنا حالا ان البريزنت بيرفكت هيبان كده، هنشوفه حالا اللي هو بريزنت بيرفكت. يس. المضارع التام قلنا بيتكون من الفورميشن التقويم بتاعه هاز او هاف. بس ايمان مشكور قالت لنا ان هاف مع اي وضمائر الجمع واسماء الجمع، وهاز مع ضمائر الغائب اللي هم هي وشي وات والاسم المفرد. قلنا زائد طبعا ثيرد كونجيجيشن، وقلنا حدث في الماضي لاثر او نتيجه تدل عليه. وطبعا المعاني او استخدامات المضارع التام كتيره قوي بتبان يمكن من خلال الكي ووردز الكلمات نفسها الكلمات تدل عليه. فلو مثلا مثلا جينا عندنا بعض الامثله قلنا شي هاز كوكت لانش، تمام. اي هاف ستارتد انجلش، دي اثار او احداث تمت وانتهت بس اثارها موجوده. وي هاف دان اور هوم ورك، ذي هاف مندد ذير كار. لكن اهم بس ايمان ان بما ان الجول بتاعتنا تشوز فمش هنضيع وقت كتير. تشوز لازم الطالب يكون عارف الكلمات الداله او الكلمات الموجوده في جمله، ويعرف ان دي اصلا على طول مضارع التام يختار هاز وهاف تصريف كام؟ تال. هي الكلمات دي الموجوده عندي جاست تو او حالا، اوريدي بالفعل، ايفر او نيفر اثبات ونفي، دوما وابدا، سينس منذ، فور لمده، lately وrecently الاثنين مؤخرا وحديثا، ولately اغلبها نفي لكن تنفع برضه اثبات ما فيش مشكله، up till now حتى الان، وكمان كلمه so far. so far الكلمات دي اصلا احبائي لما نلاقيها في جمله على طول بختار هاز هاف تصريف ثالث كمضارع تام. ليه بقى؟ كل كلمه فيهم اكيد بتدي غرض من اغراض المضارع التام. يعني مثلا كلمه زي كلمه just miss ايمان، لما مثلا she has just left معناها حدث تم وانتهى منذ فتره قصيره جدا. استنى كلمه جاست بين هاز وهاف والتصريف التالت. طيب اوريدي مثلا لما اقول هاف يو اوريدي فينيشد، هل انتهيت بالفعل؟ يبقى حدث على وشك الانتهاء. على عكس كلمه يت، اي هافنت فينيشد يت، حدث على وشك الانتهاء. تمام. يبقى حدث انتهى منذ فتره قصيره جدا او حدث على وشك انه ينتهي. تمام. اوريدي عكس يت،
قلنا يد في نهايه الجمله المنفيه او في السؤال. لكن احيانا بشوف اوريدي في اخر الجمله. تمام كده؟ او مثلا في سؤال برضو هاف يو فينيشد اوريدي مثلا ات هاز بين مثلا سو كويك لان اديت لي ايحاء ان الكلام تم منذ فتره قصيره جدا. طيب كلمه سنس اوف فور نقف عندها شويه. لو قلت مثلا اي هافنت انا هقول معلش سنس وحضرتك تقولي لي فور. طيب اي هافنت سين احمد سنس مثلا 2008. تمام هو انا خايفه في الحساب بس احنا كده 10 years طبعا سنين. انا حبيت سهل يبقى انت سهلتها لي ف thank you for that. طبعا I haven't seen احمد for 10 years. تمام لاحظنا ايه؟ انا قلت سينس قلت نقطه البدايه سينس 2008 من 2008 من البدايه يعني الحدث بتاعي عدم رؤيه لاحمد بدات سنه كذا. حضرتك قلت لي كلمه فور 10 years لمده المده اللي ما شفناش فيها احمد مده كان كذا. يبقى سينس بعدها البدايه وفور بعديها المدة الزمنية. يس. طب لو قلت مثلا I have مثلا watched the film since 2 o'clock and now it is 5. تمام يبقى في 3 hours كده يعني I have been watching the movie for 3 hours. تمام I have been watching or I have watched the movie for 3 hours. أنا قلت نقطة البداية ساعة ما قعدت أتفرج كان 2 o'clock حضرتك قلت المدة كلها اللي هي 3 المده الزمنيه اللي هي طبعا 3 hours اللي تمام. هي لمده 3 ساعات. تمام. طب قلت مثلا I haven't seen Ali since last week. تمام. هتقول I haven't seen Ali for a week. For a week or for the last week. For the last week. طيب ممكن نلخص الكلام نقول ايه؟ نقول ان كلمه since بعدها البدايه اذا كان سنه مثلا since بعدها البدايه since 1950. قلنا كمان كلمه عكسها على طول كلمه for بعدها المده. قلنا كمان سينس بعدها كلوك لحظه سينس كلوك لكن فور اور سينس دايما مع كلمه كلوك لكن فور معناها كلمه اور. شفنا كمان سينس لاست سينس معها لاست لكن فور ذا لاست سينس لاست وفور ذا لاست. اكيد طبعا في كلام كتير جدا يتقال في الدرس بتاع الجرامر بالذات. anyway يعني هنرجع ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم في الجرامر وبرده نحضر استعدوا معانا برده كده للقصه المره الجايه باذن الله. تمام. نجهز القصه طبعا وطبعا شاكر جدا يا مس ايمان على المجهود الرائع بتاع حضرتك وطبعا all my thanks to all the staff or the staff behind the camera to all my viewers of students and teachers thanks a lot and until we meet again good luck and goodbye.